بغينا واحد الفلاحه اللي تكون مستدامه باقل كميه من الماء يبقاو فيها حنا ويبقاو فيها ولاد. حنا كنقولوا بان حنا الفوق ديالنا غادي يقدر يدوز، ولكن ولادنا راهم بداو من ورانا تاهم، خصنا نخليو ليهم فين يدوزوا الوقت ديالهم تاهم، كيفاش يخدموا كيفاش يديروا، حيت الوقت كاينه صعيبه شويه بالنسبه للماء. سعيد فكري، فلاح في منطقه ديال جامعه سيد المكي برشيد، عضو جمعيه منتج الخضار، عضو في غرفه الفلاحيه بجهه الدار البيضاء. ما درت حقليه في الجزائر عملنا عليها هذه 3 سنين، وكانت عندنا واحد الاخطاء واحد الاغلاط بان راه الجزائر كيستهلك واحد الكميه من الماء وراه كيدير هذه، وهنا هذه 3 سنين عملنا واحد التجارب اللي هي اقل كميه من الماء. إذن لحقنا حنا بان التجربه ديالنا كانت عندنا بالنسبه للاعداد هنا كنقولوا بان السنه جافه، والسنه هذا العام سنه جافه بان وبحكم التجارب وبحدا المداها في هذه المدارس الحقليه ما لحقناش ديك الكميه اللي كنا نلحقوها في السنين اللي كانت ممطره. بالنسبه للطوناج ديال 60% عطانا 90 طن في الهكتار، وبالنسبه ل 80% عطانا 94، و 100% عطانا 97 طن في الهكتار. دخلت الكوتاكوت، عندنا كنخدموا بالكوتاكوت، مهم تحسنت عندنا الوقت حسن مكان. وبالنسبه لقضيه الماء حنا كنا ديك الساعه كنسقيو بقطرات الماء، ملي عاود ركبنا الكوتاكوت ربحنا 50% ديال الماء وربحنا 50% ديال الطوناج. الوقت اللي كنا نسقيو بالسقي ديال العتله كنا يلاه 50 طن في الهكتار، ملي عادت الكوتاكوت ولا 90 طن حتى 100 طن في الهكتار باقل كميه من الماء والجوده كذلك. هذا العام درنا واحد المدارس الحقليه مع لي فو مع لونكا مع هادشي ديال الفلاحه، كله اللي كان مجموع الجروب كلنا كنا مجموعين كفلاحه كلشي. عاود درنا هاد المدرسه الحقليه دبرنا واحد ديميتر اللي هي اللي كنعمرو بها 60% و 80% و 100% في السقي. واش هنا اللي غتجيب لنا النتيجه واش ديال 60% ولا ديال 80% ولا ديال 100%؟ وكانوا بعض الخبراء معنا وبعض الناس اللي هما كانوا بعض اساتذه اللي هما في المعهد الحسن الثاني، وهذا هما اللي عطاونا بعض التجربات ديالهم. وكانت واحد الحوار ما بين الفلاح وما بين الناس ديال وكاله الحوض المائي وهاد الناس ديال لونكو وهاد الفاو، كلشي كانوا مجموعين في هاد المدرسه هذه وعطاتنا واحد النتيجه ايجابيه. كل فلاح غادي يوعى، باش غادي يوعى؟ ملي ما غاديش يسيب باش يخدم، غادي يوعى بزمنه، غادي ما عندو هنا بداك الشيء اللي غادي كافي ما عندوش ما غادي يدير، الماء قليل، ما خصو باش ينظم الشغل ديالو باش يخدم واحد. حنا ما بقاش داك الشيء اللي كنا عشوائي ولا، حنا حتى الفلاحه اللي هي ما غنصوروش فيها الفلوس كاع، وغنصوروا على هذا ونخسروا فيها على ما بقيناش كنديروها حنا، كنحسب اشنو غندير، فين غنصور فلوس، فين غنخدم، هذا هما الطريقه اللي خدامين عليها حنا دابا، كأننا فلاحه.